بحث عن المفقودين الذين كانوا في السيارة التي انقلبت على كوبري شهيد من إسماعيل على طريق محور 30 يونيو جنوب بورسعيد، والتي انقلبت داخل ترعة السلام جنوب المحافظة. ما زال هناك بقية المصابين لم يتم العثور إلى الاثنين. حادث كبير على محور 30 يونيو، انقلاب سيارة من أعلى كوبري على ترعة السلام، وهناك إصابات كثيرة يتم الآن فحصها ويتم البحث عن أحد المفقودين داخل البحيرة حتى الآن. انقلاب سيارة محور 30 يونيو في ترعة السلام، وجاري البحث عن المفقودين داخل ترعة السلام. السيارة متهشمة كما نرى في الصورة.